وي ها هو الضرر ولكن في الامن كله جا شويه انا خير القضيه شويه شوف الحاجه السخوفه اللي الفوق هذا راه السخوف هذا طاح لا لا خويا باش ندخلوا حنا ونخرجوا باش ندخلوا ونخرجوا حنا صافي حدك شمع الحاج صافي عندك باش ما نتقلوش على السخوف شوف هادشي اللي فوق كان السلطة جاتك بجميع الوسائل ديالها واش فهمتيني؟ لا حنا غادي نشوفو حنا غادا نهضرو ما غايضيعوش هاد الناس ما غاديش يضيعو هاد الناس ما غاديش يضيعو هاد الناس سير اخاي البارح والناس راه مضرورين جاو البومبيه جاو البومبيه جات الوقايه المدنيه جات السلطه المحليه مع هذيك العشره الليل هكاك ايه وشنو المشكل اللي باقي ها هي الدار الناس راه متشردين في الشارع والحاله ضعيفه بغينا السلطات المحليه والمنتخبات تشوف من حال هاد الناس الاولى انه كانوا الدار ديالنا كيتعشاو كانوا كيتفرجوا في التلفازه تشموا شي ريحه ناضوا لقاو الضوء عايش شنو التوقيت؟ 11 تكون شي 11 هذيك لقاو الضوء شاعل العافيه ناض با تيجري تيغوت بغى يشعل العافيه الوالد ديالي بغى يطفي العافيه وهي تزيد تكثر فين كانت شاعله بالضبط؟ كانت في هاد القناه هادو ما بين هاد القناه هادو كانت شاعله كاينين الخيوط شنو السبب؟ الضوء الخيوطه ديال الضوء عندنا الخيوط ديال الضوء عندنا داك الشيء عندنا السيركوي ضرب وداك الشيء عندنا اصلا السقف تما تيطيح علينا مي بقى تيغوت طلعت ليه العافيه على وجهه على سميتو داتو لابيلانس داو داروا تخنقوا وجاو الناس هنا تيعاونوا جا كل شيء تيعاون كوما تفرقعوش هاد الصالات هادو اللي هنا وطاح هاد الشيء كنا غنخرجوا في حومات اخرين السطح اللي من هنا راه الشد عندنا راه كنطالع العافيه الحاجه الوحيده اللي كانت في هذا الصباح الناس راه ضروا بزاف الحاجه الوحيده اللي كانت في هذا الصباح لانه القيد جا احنا ساكنين هنا كعوائل ساكنين انا بنت 62 اخاي ورا انت كتعرفني وبنت هاد الحومه وكل شيء كيعرفني وكبره هناك في هاد الدار وانت اخاي ماشي حنا يتامى ما عندنا لا منا لا بانا ما خدامه ما حتى حاجه فين غنمشي لهاد الدار شدوها ولا هذا فين غنمشي اكثر من 34 الولد عندي ها هو ولدت هنايا وانا ضعيفه ما عنديش فين نزيد دابا يصلحوا لينا ما تحرقت لي حتى حاجه انا بطل لي غير الماء انا لتحت انا الماء الله يسلمك ها مسي كنطالبوا باش يصلحوا لنا سيدي هذا الشيء ما عندناش فين نمشيو يصلحوا لنا بالقريب ما عندناش فين نباتوا اليوم دابا الجيران داكشي داروا شي شويه بليزير بيد ما نتلقاو عطاونا كاين اللي يعطيك يساعد المكانه لا ما كاينش سيدي والو حتى هو عنده عائله كبيره حتى هو كاين شي سيدي لا ما كاين خيمه لا حاجه سيدي هذه هي الله وقع لنا اليوم نهار الاول كل عائله عندها 10 ناس حنا سيدي يجيو يعوضوا لينا هذا الشيء والظلام حنا فيه خصنا الضوء خصنا يصلحوا لنا هذا الشيء ما عندناش فين نمشيو ما خرجناش حنا غير الفقراء هنا ما كاينش ناس لاباس عليهم حنا راه هنا كلنا الفقراء انا غير الفقراء سيدي انا عيطوا لي جيت من السوق سنبيع الخضره جيت من السوق كنبيع بسله عيطوا لي جيت كنجري دابا سيدي ديروا معنا شي حل اذا قدرت شي حل ديروا معنا سيدي شي حل حنا دابا بقينا في الزنقه ما يمكنش لينا صافي كيبان لك كل شيء بلا ما تصوري من الباب كل شيء مضرور كل شيء كبير وصغير زيد الحاجه وليداتنا كاملين درت انت خديجه فتيحه فتيحه نعم سيدي ولدي مشات بوراقه شنو هي؟ مشات كي تحرقات بوراقه وثائق دابا الناس يلا شكون اللي ما عندي حتى بلاصه فين نبيع فيها وراجلي مريض الله يرحم الوالدين لما وقفوا معنا سير بلاتي يا فاطمة سيروا على الناس سيروا راه باقي الناس اللي ما هضرتش باقي الناس خليها حسن خليهم الناس يهضروا سيروا كل اللي بحال يهضر اللي باقي ما هضر يهضر جيت طلعوا الفوق شوفوا الثاني طلعوا ضمنوا سيروا خويا بالطريق عافاك واش نهضروا يلا خليوه يدوز الفوق يشوفوا اختي سميتها طلعوا الفوق يشوفوا راه كاريتا عود من الفوق حيت داكشي خصو يكون خايم هاكا الحاجة
ندخل الناس. ها بيتي بقى واقف في غير الحد، ما هو ما عنديش منين ندخل الناس. فين غنمشي؟ يلا فين غنمشي دابا؟ فين غنبات انا في هذه الليله؟ فين غنبات؟ هناك هو بيتي. يلا فين غن تنشكرهم على العمل اللي داروا مع هاد الناس اللي كلهم في شخص السيد الباشا والسيد القائد والسلطات الامنيه اللي حماوا هاد الناس وعتقوهم وكل شيء. حنا بغينا هاد الناس راه ما لقاوش فين ينعسوا، راه عندهم الوليدات عندهم صغار وكل شيء، بويت واحد راه بايتين في الزناقي وكل شيء. شوفوا لهم هاد الحل فين يمشيوا هاد الناس. انا تناشد السيد الوالي دخل يعتق هاد الناس الضعفاء الفقراء وحاشا الملك. احنا هو بيت وكانت غتشد في الدار 11 العائله. وكاين اللي عنده 10 دراري، كاين اللي عنده 6 دراري. والناس ساكنه 45 انا. إذا الناس ديال الشحط ديال الفوق الوسط وكاين حتى في السطح. حتى في السطح ما كاينش الضوء. غتتصور المشكل ما كاينش. التحتانيين كاملين بانيو ديروا معايا شي حل. السلطات يديروا معايا شي حل. لا لا ها هو الضرر، ها الضرر اللي تنشوفوا ديال الجيران وباقي الفوق وكانت غتشد. الحمد لله الحمد لله هاد الدار اللي كانوا كانت غادي تشد في الجهه الاخرى، ولكن الحب في الظل ديال الصوت 11 لواحد كلهم عائلات. 11 دائرة تكون من افراد. توري هو سامي سامي سا خديجه خديجه اشرح لنا عافاك. الناس اللي مساكنين خويا حنا الدار هذه ساكنه فيها 11 عائله بعدا، كل عائله اقل عائله عندهم 6 ديال النفوس 7 ديال النفوس. هادو الناس كاين اللي في عنده 10 كاين اللي عنده 12. خلق الدار هذه اللي تحرقت هنايا هادو ساكنين فيها هنا عائله فيها 12 واحد. هادي اللي الفوق هما اللي طاحت عليهم هذيك الدار ديال السقف ديال الاخرين. هادي كل الناس اللي فوق منهم حتى هما عائله 3 ديال الناس فيها تما. السيد ها هو هنا حتى هو ساكن في الجهه الاخرى حتى هو طاحت عليه الدار. الدار هنا الفوق هاد الناس السفليين هنا راه تشوف حالتهم من الماء وفيضان كاين هنا فيضان. حوايج كلشي فازقين، حوايج كلشي مشى، كلشي خسر. لا حوايج ولا اوراق ولا كلشي مشى، كلشي مشى. شنو السلطات ملي جات شنو وعدات هاد الناس؟ ما وعدتنا حتى شي حاجه، ما قالوا لنا حتى حاجه، ما عطاونا حتى شي حاجه وما قالوا لنا حتى حاجه. وما هضرتوا معاهم؟ هضرنا مع القائد، كان القائد هنا السيد القائد هنا وهضرنا معاه قال لك انا اللي عليا نصيفط الميساج للوالي والعائلة عامل انا خدمتي هي هذه. اما بالنسبه لكم نتوما هنا راه ما كاينش. قال لك تحرقنا اليوم، ديروا معنا شي حل ولا يخليونا في الزنقه انا والوليدات. داكشي اللي كاين. هذه الزوجه ديالك؟ الزوجه ديالي هي هذه. وقفي ما تحشميش، هذا اخواني يا الشاب. زوجتي راه متحجبه داكشي حشمات تهضر معايا. الله يخليك لنا حنا الله يرحم الوالدين. ديروا معنا شي حل. سمعتيني اخاي؟ قلت لك راه مضرين كاع الناس، وهاد الناس اللي تحت كاع اللي ما قاصشهمش ما وصلاتهمش العافيه. الفيضان بالماء ديال البومبيه على حساب داك الشيء البومبيه. والمشكل هو ان الدار هذه عندها فوق 60 عام. منين تزاد هاد الماء وهاد الشيء البومبيه بعدا منين خرجوا قال لك ما خص حتى حد يدخل، قال لك في اي لحظه يمكن تريب عليكم. ما جاوش الوقت المناسب. لا تسمح لي بدات العافيه مع 11 ما جاو حتى الوحده هما حتى 12 ونص مع 11 وقسم ضربنا الاتصال ما جاوش حتى 12 ونص الوحده ولا 4 وصلوا عندنا هنا. بشهاده الشهود انا ما نكذبوا عليهم. علاش نكذبوا عليهم؟ وداروا شي محاولات الناس اللي ساكنين هنا دابا؟ درنا محاولات طبيعه حنا نخليو هذا الشيء شعربين. درنا محاولات حاولنا نطفيو العواكي. العافيه قويه يعني بالنسبه لنا حنا ما عندنا لا ماتيريال لا معدات باش نخدموا. حنا ما يمكن ليناش العافيه كثيره وتشد داك الشيء بالخيوط ديال الضو. وكاين الحوايج انت عارف السكنك بحال هكا الناس شي فوق شي الحوايج شي فوق شي. هذا هو اللي كاين. طلع شوف فوق اخي الحاج. غادي نقول لك الحاج الحاج سمت الحاج الحاج فهمني.